السلام عليكم مرة أخرى، وشكرا لكم جميعا على الحضور. إلى هدرت بهذه الهضرة هذه اللي كنهضر دابا، شكون اللي يقدر غادي يفهم كل شيء الهضرة ويتبع معايا؟ يعني تقريبا الكل، ولكن 90%. يعني سأحاول أن أتحدث باللغة فصحى مع شيء من الدارجة أحيانا. اسمي نجم مختاري، عندي قناة في تبسيط العلوم على يوتيوب، أنا مهندس في التكوين. أنا يعني سأتحدث اليوم عن موضوع التبسيط، يعني مشاركة لتجربتي في مجال تبسيط العلوم، هو أساسا على شكل فيديوهات ولكن كذلك مقالات في صفحتي على وسائل التواصل. هناك تقاطعات ما بين الموضوع الذي سأتحدث عنه وما بين بعض نفس المواضيع التي نجدها في ويكيبيديا، فأنا موضوعي هو أنا لست من يعني لست عضو في أو محرر أو أدمن في، أنا محرر يعني حررت بعض المقالات ولكن لست خبيرا في ويكيبيديا، أنا مستعمل لويكيبيديا الإنجليزية سيبا خاصة. أعشق الفكرة في مشروع الويكيبيديا، من أكبر المستعملين كما قلت لويكيبيديا الإنجليزية أو ويكيبيديا العربية. يعني أنا أحب الكونسيبت أو المفهوم للمعلومة الحرة، وفي العقد الذي كان قبل من العقد السابق كان هناك فريق يعني من المتطوعين الذين يكتبون في الموسوعات ويكيبيديا، وأنا يعني أعشق هذا النوع من هذا الحس، حس المشاركة، حس التطوع من أجل إثراء المحتوى الحر على الإنترنت. فأنا من أكبر المساندين لمفهوم ويكيبيديا، طبعا ويكيبيديا العربية مقارنة مع ويكيبيديا الإنجليزية من ناحية الجودة أعتقد يعني ليس هناك داعي للتذكير أن هناك فروقات كبيرة من ناحية الجودة وكذلك الكم. وكما قلت قناتي على تبسيط العلوم هي في يوتيوب فيسبوك، يأخذ 2000 مشترك، عدد من ملايين المشاهدات. المواضيع التي من يكون سبق وأن شاهد فيديو على الأقل فيديو واحدة من القناة، نصف تقريبا أكثر من نصف. الذين لم يشاهدون بعد فيديوهات من قناتي، فالموضوعات التي أتناولها هي موضوعات حول تدور في فلك العلوم، ليس فقط هي ليست دروس في العلوم ولكن هي تعنى بالمواضيع العلمية التي أحيانا عندها اهتمام من المجتمع. فمثلا في هذه اللقطة هي من فيديو حول موضوع الأرض المسطحة الذي يشغل بل الكثيرين في المجتمع، فتجد فيديوهات عندها ملايين المشاهدات للناس مثلا يقولون أن الأرض مسطحة، ولكن إذا سألت الناس يعني ردود الأفعال غالبا تكون الضحك أو الاستهزاء بهؤلاء الناس، وغالبا إذا سألت الأشخاص الذين يستهزئون بفيديوهات الأرض المسطحة وسألتهم هل أنتم تعرفون أو هل يمكن أن تعطيني دليل أو دليلين أو ثلاث أدلة تجريبية على كروية الأرض يمكن أن تثبت بها كروية الأرض، عدد كبير من الناس لا يستطيع الإجابة. فهدف القناة هو هذا نشر طريقة التفكير العلمية التي هي تعتمد على أدلة تجريبية، أدلة حسية، على طريقة معينة للتفكير، وليس فقط أن يعني اللجوء للسلطة أن قال فلان الأرض مسطحة إذا فهي مسطحة، أو قال فلان أو قال علان أنها كروية فإذا هي كروية. لا، طريقة التفكير العلمية هي الطريقة التي هي ترتكز أساسا على التجربة وعلى الحس وعلى الأدلة، الاستقراء والاستنباط العلمي. صورة أخرى اللقاء مع رائد الفضاء، فهذا النوع من المواضيع التي أتناولها. عندي مشروع جديد نقوم بإطلاقه الآن في هذا الشهر، يعني تم إطلاقه في الشهر الماضي، وهي قناة اسمها من اللون. مع الأسف لضيق الوقت كنت سأعرض لكم مقطع ولكن ليس لدينا الوقت. من اللون هي قناة أقرب للمدرسة. فقناتي الأصلية لتبسيط العلوم هي المواضيع التي تطرح فيها هي مواضيع ربما أدلت أو للكبار وكذلك للأصغر سنا. قناة من الأول هي قناة أقرب للمقرر الدراسي. فما هي فكرة من الأول؟ هي الفكرة هي أنه طريقة تدريس العلوم في المغرب وكذلك أكيد في بلدان المنطقة بصفة عامة هي مع الأسف طريقة تعتمد كثيرا على التلقين والحفظ والاستظهار. فيدخل التلميذ المسكين أحيانا لقاعة الفصل فيهجم عليه الأستاذ
بالسبورة والطباشير ويكتب له مجموعة من الجمل ومن الصيغ التي عليه على ذلك التلميذ أو التلميذة المسكينة أن تحفظ في الدرس وأن تظهر ويعني تعرض هذه المواد في الامتحان. مع الأسف من ربما من أكثر تجليات هذا الإشكال أو أكثرها ربما حزنا هو حفظ التجارب العلمية. ففي دروس مثلا الفيزياء أو البيولوجيا تجد التلاميذ مطلوب منهم أن يحفظوا تجارب مكتوبة في أوراق بولي كوبي أو في كتب مدرسية، وهؤلاء التلاميذ لم يروا هذه التجارب في حياتهم من قبل، فنطلب منه أن يحفظ. نضع ورق بي اش في محلول فيتحول لون المحلول إلى الأزرق، وهذا التلميذ أو التلميذة لم يرى ورق بي اش من قبل في حياته. فكيف يمكن تدريس العلوم بهذه الطريقة؟ فقناة من الأول هي مبادرة لمحاولة يعني مساهمة في هذا المجال عن طريق ماذا؟ عن طريق تصوير هذه التجارب العلمية وعرضها على اليوتيوب بشكل مجاني ومتاح للعموم. سأضع فقط عيني على الوقت حتى لا أكون مثل السابقين الأولين الذين تجاوزوا كثيرا ناشونس. فهذه هي فكرة قناة من الأول. يمكنكم مشاهدة الفيديوهات عن طريق الذهاب إلى يوتيوب وكتابة من الأول أو نجيب المختاري. قناة من الأول على فكرة هي ليست فقط أنا، هو هناك مشروع فريق عمل مع دعم الاتحاد الأوروبي و يعني فون واحد فون صندوق من يمول المشاريع الإعلامية في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إذا نعود لتبسيط العلوم. ما هو تبسيط العلوم؟ تبسيط العلوم هو أن توصل أينشتاين ل مع الأسف الصورة ربما أعتقد أنها واضحة جدا من الخلف، ولكن هذه هي جدتي، يعني جدة المزارعة أو الإنسان العادي في المجتمع. فالفكرة هي أن نأخذ هذه الأفكار التي تنتج عن المجتمع العلمي، عن البحث العلمي، وأن نقوم بتبسيطها نوعا ما وإيصالها للمجتمع بشكل عام. فكما تلاحظون هنا السهم هو في اتجاه واحد، وهذا امر يعني العديد من الناس يختلط عليهم الامر، يعتقدون ان تبسيط العلوم هو نوع من البحث العلمي. لا، تبسيط العلوم هو ايصال في اتجاه واحد من المجتمع العلمي نحو المجتمع بشكل عام. فالمجتمع العلمي هو يشتغل عن طريق مثلا اوراق بحث علمي. هذه الابحاث التي نسميها ابحاث علميه يتم نشرها في اوراق بحث علميه التي تنشر مثلا في مجلات علميه محكمه تخضع لضوابط منهجيه صارمه مثل تحكيم الاقران البير ريفيو بروسيس، او يعني تخضع لمنهجيه وميثودولوجي اللي هي صارمه جدا، يتم مناقشتها في ندوات علميه مختصه. وكذلك نتائج هذه الابحاث قد تكتب مثلا في مقررات او دروس من المستوى الجامعي. بعدها يعني شيئا فشيئا سنجد مثلا مجلات مختصه مثل سيونس في سيونس افنير نيتشر ماجازين، ولكن النسخه مثلا الويب او نسخه المجله وليس مجله الابحاث العلميه. وبعدها نجد يعني كل ما تحركنا من اليسار الى اليمين نجد مواد اللي هي اقرب للفهم من طرف المجتمع بشكل عام. فنجد مثلا وثائقيات، فيديوهات على الانترنت مثل الفيديوهات التي افعل انا وزملاء عديدين على اليوتيوب، بودكاستات، مجلات للبون بوبليك للعموم الى اخره. فهذه هي الفكره. فهناك يعني السهم هو في اتجاه واحد، ولكن طبعا هناك اسهم صغيره، يعني هناك تفاعل وليس يعني السهم هو يشير الى انتقال المعرفه. فتبسيط العلوم هو نقل المعرفه من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه، ولكن طبعا هناك تفاعلات وتقاطعات. مثلا المجتمع هو من يمول البحث العلمي، فمؤسسة علمية مثلا أو جامعية تحصل على تمويل مثلا من جهة أو مؤسسة اللي هي وطنية أو دولية، ولكن تلك المؤسسات عندها بنية حكمة التي ربما قد ترجع للمجتمع. إذا كان المجتمع يهتم بمواضيع معينة ربما سيكون هناك يعني ردة فعل وفيدباك لوب أو يعني تأثير من المجتمع على البحث العلمي، ولكن انتقال المعلومة هو من يسار لليمين. تذكير، تبسيط العلوم ليس انشاء لنظريات علميه جديده. فنجد بعض الناس على اليوتيوب يتحدث كانه هو الذي يصنع العلوم ويشرح ويعني ينتج العلم على اليوتيوب. العلم لا ينتج على اليوتيوب.
العلمي يمتاز كما قلنا في المجلات العلمية المحكمة وفي في أوراق البحث. تقسيم العلوم ليس ضحك أو تحقيق النظريات العلمية. مرة أخرى تجد مثلا محتويات اللي هي أعتقد ذات جودة رديئة من ناحية تقسيم العلوم التي تدعي أنها ستقوم بضحك أو إسقاط نظريات علمية تناقش في المجتمع العلمي. فإذا أردت أن تضحك نظريات علمية فيجب عليك أن تنشر في المجتمع العلمي وليس في فيسبوك. لماذا تقصد العلوم؟ لأن الإنسان فضولي بطبعه. يعني الإنسان يعني منذ نعومة الأظافر نحن نسأل أسئلة عن الكون. من منا لا يريد أن يعرف لماذا هناك ألوان في قوس قزح؟ هل كم عدد الأصابع في أرجل الحصان مثلا؟ حصان رجله عجيبة جدا، كم عدد الأصابع؟ طبعا الكون، المجرات، النجوم إلى آخره. الطبيعة تكره الفراغ. فإذا لم يكن هناك محتويات لتقسيط العلوم، ومرة أخرى هناك تقاطعات ما بين ما أقوله هنا وما بين مشاريع مثل ويكيبيديا، لأن ويكيبيديا عدد من الصفحات هي صفحات تقسيط العلوم بامتياز. فنحن لا نجد عبر أوراق بحث علمية نسخ ولصق على الويكيبيديا، لا، نحن نجد من التبسيط أو الكتابة الموسوعية. فالطبيعة تكره الفراغ، فإذا لم نقم أنا أو زملائي في اليوتيوب أو الزملاء في ويكيبيديا بعمل هذا العمل العلمي اللي هو تبسيط وساينس كوميونيكيشن أو إيصال العلوم، سيتم ملء هذا الفراغ من طرف أشخاص آخرين الذين ربما لا يتقيدون بمنهجية علمية. فهنا مثال لأحد الإخوة، هو مصري يسكن في المغرب، الأرض مسطحة، فيبيع كتب على الأرض مسطحة. فإذا نحن لم نقم مثلا بنشر أو بتبسيط فيزياء الكرة الأرضية وشرح أساسيات علم الفلك، فهذا الفراغ سيتم ملؤه بأناس آخرين يستعملون يعني أو يطرحون مواد اللي هي غير علمية. لأن العلوم عندها تقاطعات مع مواضيع فلسفية وإنسانية. فنحن كبشر كإنسان على هذه الأرض نتساءل أسئلة اللي هي من نحن مثلا، من أين أتينا، ما هي طبيعة الإنسان، هل هو مادة، هل هو أكثر من المادة، أسئلة مش حول يعني حول تاريخ الإنسان، حول ماهية الإنسان، تقاطعات مع الأمور المجتمعية والقانونية. في مجال الطب مثلا تبسيط العلوم الطبية هو أمر اللي هو كثيرا ما يتقاطع مع قوانين يتم سنها، قوانين مثل جي ام او الغذاء أو الخضر أو المأكولات، الأغذية المعدلة جينيا مثلا. هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، هذا هل أنا أريد أن آكل أكلا تم تعديله جينيا للحصول على وضوح أو قدرة أكثر على الرؤية في هذا الموضوع تحتاج إلى تقسيط العلوم. طبعا أنت لن تذهب لقراءة البيبر أو ورقة البحث التي تم فيها أول نشر لأول طماطم معدلة جينيا، لأن لغة هذا البحث العلمي هي ربما دقيقة وتقنية، ولكن نحتاج إلى عملية تبسيط العلوم لإيصال هذا النوع من الأبحاث إلى المجتمع حتى يفهم الإنسان هل أكل الطماطم المعدلة جينيا هو أمر جيد لصحتي أو لا إلى آخره. الصورة الحمل إشارة لموضوع الإجهاض اللي هو موضوع انتشر مؤخرا. هناك العديد من الأسئلة ذات طابع علمي دقيق التي تسلط الضوء على مواضيع التي في نهاية المطاف عندها صبغة قانونية في المجتمع. تبسيط العلوم أحيانا جزء من المقرر المدرسي. هذه من يعرف هذا؟ من سبق له أن رأى الشيخ صورة؟ أعتقد منذ كم، 4 أو 5 سنوات؟ لماذا السيل لا تأتي؟ فقال لك الأرض ثابتة ولا تدور. لماذا؟ لأن لو تخيلنا طائرة خرجت من مطار الشارقة وطلعت إلى الأعلى، لو كانت الأرض تدور فيكفي أن تنتظر الطائرة في السماء والأرض الصين ستدور وتأتي إليها، فيقول تأتي الصين أو لا تأتي. بينما المفهوم الذي يعني الذي كان فيه الخلط في هذا النقاش هو مفهوم من فيزياء السنة الأولى ثانوي، اللي هو مفهوم قوانين نيوتن. فجميعنا يدرس قوانين نيوتن. القانون الأول لنيوتن هو مفهوم القصور. فأنت يكفي أنك أن تضع مفهوم القصور في فيديو تبسيط العلوم وستكون قد وضحت مسألة الصين تأتي أو لا تأتي. فهو يعني أحيانا تبسيط العلوم هو يكون درس من الدروس المدرسية. فأعتقد أن يعني
جميل ان يكون عندنا درس من الدروس المدرسيه على يعني في صياغه التخطيط العلوم. التخطيط العلوم يعطيك الصوره الكبرى او امكانيه ان تربط امور كثيره او جوانب كثيره من العلوم ومن المعرفه ببعضها. فمثلا التقيت باحد الاساتذه الجامعيين في مجال نازك في المغرب. اثناء النقاش اكتشفت ان الاستاذ الجامعي في مجال نازك لا يعرف ان الفصول على الكره الارضيه هي ناتجه عن انحناء الارض. وقال لك حسب ما كان يعتقد الاستاذ الجامعي الفصول على الارض يعني الشتاء والصيف تاتي نظرا لقرب كوكب الارض من الشمس وبعده عن الشمس. يعني اي واحد عنده ثقافه علميه المفروض ان لا يقول الامر كهذا، فبالاحرى الاستاذ الجامعي. فعندنا الكثير من الاحيان نجد يعني اناس متخصصين جدا في مجال دقيق معين ولكن ليس عندهم الصوره الاكبر. المثال الذي اعطيته هو صوره اكبر فقط في مجال العلم الفلكي او المجموعه الشمسيه، ولكن الصوره الاكبر ما لا اقصد بها هي صوره اكبر بكثير وقد تضم يعني البيولوجيا، الجيولوجيا، الارض، الكون بصفه عامه. التخطيط العلوم كذلك مدخل لتحبيب العلوم او الهام الجيل السابق. الصوره التي ترون هنا هي من سبق وان شاهد الصوره شهيره. اوكي، ايلون ماسك، سبيس اكس، مشروع وشركه سبيس اكس لايلون ماسك قام بها هذا المهندس العبقري، احد ماي ايدولز، يعني احد الاشخاص الذين يلهمونني انا شخصيا. قام ايلون ماسك بعمل يعني تغيير جذري في صناعه الفضاء عن طريق هذه الصواريخ القابله للاستعمال. فالصواريخ الى حدود هذه منذ 6 أو 7 أو 8 سنوات كانت الصواريخ تستعمل مره واحده، تاخذ صاروخ تطلع الى القمر وتدمر الصاروخ، ويجب ان تنشئ صاروخ جديد مره اخرى اذا اردت ان تذهب مره اخرى للفضاء. فايلون ماسك قام باختراع نوع جديد من الصواريخ التي مثل الطائرات تطير به الى الفضاء ثم يرجع الصاروخ الى الارض وتعيد استعمال الصاروخ. هذه صوره لاول صاروخ فضائي من النوع الثقيل الذي القادر على عنده قوه قادره انه ان يذهب الى القمر. فتصوروا النوع من هذا النوع ديال التغيير العميق في صناعه الفضاء التي قامت بها هذه الشركه. عندما نسال ايلون ماسك ماذا كان الهامك؟ لماذا تفعل هذا؟ يجيب اجوبه من قبيل ذا هيتشهايكرز جايد تو ذا جالاكسي، اللي هو فيلم خيال علمي او سلسله خيال علمي. فالخيال العلمي، تخطيط العلوم، هذه المواضيع وان كانت تبدو يعني اخف وزنا من الدراسه العلميه والمعادلات الرياضيه، ولكنها عندها امكانيه الهام الصغار والهام جيل كامل لكي يصيروا في المستقبل ربما مثل ايلون ماسك الذي يقدم يعني خدمات لتطوير صناعات مختلفه في العالم. وكذلك طريقه التفكير العلميه والثقافه العلميه بصفه عامه تجعلك اقل سذاجه نوعا ما، فيصير من الاصعب على الناس ان يضحكوا عليك اذا كانت عندك ثقافه علميه، يضحكوا عليك مثلا من ابواب الخزعبلات او الخرافات، مثلا انواع من الادويه التي لا تشتغل ولكن هوميوباثي مثلا دون يعني الدخول في التفاصيل. ولكن يعني اذا كان عندك يعني حس علمي ستقوم بمساءله الناس الذين يحاولون ان يبيعون لك الوهم او الخرافه. طبعا لائحه طويله هنا لاني انا افعل تبسيط العلوم فطبيعي ان تكون لائحه طويله. هذا يعني ان هناك حدود لتبسيط العلوم. مثلا تبسيط العلوم هي تعطيك فقط لمحه على الموضوع وهي ليست درس مدرسي او اكاديمي. فالمثال الذي ترونه هنا في الصوره هو مثال يتم استعماله كثيرا في تبسيط مفهوم الجاذبيه عند اينشتاين. ويقولون لك ان اينشتاين اكتشف ان الجاذبيه هي ليست قوه عن بعد تجذب الاشياء عن بعد، ولكن الجاذبيه هي مثل هذا القماش، وهذا القماش اذا وضعت فيه صخره فينحني القماش، واذا اخذت به كره تتدحرج ودفعتها في اتجاه حول هذا القماش، حول تلك الحجره فوق القماش، فستقوم الكره بالدوران حول
الحجرة تماما كما تدور الكواكب حول الشمس. هذه يعني انالوجي او مناظره اللي هي جميله جدا، ويعني تقربك نوعا ما من مفهوم الجاذبيه عند اينشتاين، ولكن انت بعيد جدا. اذا توهم لك انك فهمت نسبيه اينشتاين فقط من هذا المثال فانت مخدوع، لان في الحقيقه الجاذبيه نظريه النسبيه هي اعقد بكثير من هذا. مثلا القماش الذي يتم تصويره في هذا في المثال هو في الحقيقه رياضيا هو 4 dimensional algebraic space، هو فضاء ذو اربعه ابعاد وهو فضاء رياضي. فاذا لم تفهم انت ما هي اخ 4 للناس الذين عندهم خلفيه رياضيه، اذا لم تفهم فعلا ما هو الفضاء جبري رباعي الابعاد ففهمك يظل بعيدا حتى وان فهمت هذا التشبيه الذي يقدمونه في او نقدمه في تبسيط العلوم. تبسيط العلوم احيانا يكون نمط القاء غير تفاعلي او باسيف، يعني انسان يتكلم والاخرين يشاهدون. ونحن نعلم ان التعلم الفعال يكون عن طريق التفاعل. فاذا كنت انت امام يوتيوب تتفرج في برنامج للدحيح او عثمان الصافي او جيكولوجي او غيره من او الاسبيتاليا او غيرها من مواد تبسيط العلوم، غالبا انت تتفرج وفي نهايه الفيديو قد تكون ربما سيبقى في ذهنك 5 10 20% من المحتوى، بينما في درس الذي يطلب منك مثلا حل كويز او تمارين هناك سيكون يعني تفاعلك اكبر بكثير وستتعلم اكثر بكثير. فالتعلم يكون عن طريق ان تشالنج يور مايند، انه يطلب منك ان تقوم بمجهود ذهني وان تقوم بالمساهمه بنفسك في العمليه التعليميه، ليس فقط مشاهده بشكل باسيف او غير فعال. لغه تبسيط العلوم غالبا احيانا تكون لغه غير دقيقه. ففي تبسيط العلوم غالبا نتحدث بلغه تقريبا في الصف الاعدادي، يعني لغه يعني كلمات مستعمله يمكن ان يفهم الكلمه بكلمه يفهمها الطالب في الصف الاعدادي. هذا لا يعني ان الطالب في الصف الاعدادي سيفهم كل شيء، ولكن على الاقل الهجوم الوسطيه والكلمات هي كلمات من هذا المستوى. فغالبا اذا قمت بوضع معادلات رياضيه معقده في تبسيط العلوم لن يشاهدك احدا. فهذه من حدود تبسيط العلوم. بينما العلوم في الحقيقه هي لغتها هي الرياضيات. فهذه المعادله التي تشاهدونها هنا هي معادله شرودنجر لفيزياء الكم، احد المعادلات الاساسيه في فيزياء الكم. طبعا ستجد 99% من المواد تبسيط فيزياء الكم لن تظهر لك هذه المعادله، بس ستظهر لك مفاهيم عجيبه وغريبه من قبيل ان الكاس يمكن ان يكون في مكانين في ان واحد، وامور عجيبه التي فعلا هي تثير فضولنا، ولكن حقيقه وجود الكاس في مكانين موجوده هنا. واي تعبير شعري وادبي حول وجود كاس في مكانين في ان واحد هو قاصر جدا ما دام لم تفهم هذه المعادله. وكما قلت قد تبسيط العلوم احيانا قد يعطيك وهما بالمعرفه. فانا ادعو جميع الناس الذين يستهلكون او يشاهدون او يتابعون مواد في تبسيط العلوم ان يعني ان يعرفوا ان دائما هناك يعني ربما قد فهمت بعض المفاهيم عموما من هذا الموضوع. فالمراد هو ان يتم اعتبار هذا كنقطه بدايه للذهاب والبحث في ذلك الموضوع، في كما كان في هذا السلايد الذهاب يعني الذهاب نحو هذه اتجاه شيء فشيئا. فاذا تعلمت ميكانيك الكم هنا شيئا ما والكاس وقطه شرودنجر وكل هذا، فالمطلوب ان يعني كل ما زدت في التعمق كل ما ستتحول الى الجهه اليسرى من الصوره. لماذا الدارجه؟ لماذا استعمال الدارجة؟ فأنا أتحدث هنا في الفصحى. في الأول عندما سألت إلى هدرت هذه الهضرة واش غادي تفهموا، أغلب الظن أن من رفع يده هما المغاربة وربما الجزائريين. المشارقة إذا قلت هدر في الطنجة
يتجاوب في المغرب وكذلك في الجزائر ربما الهضره هو الكلام. فسؤالي كان من اذا تكلمت كلاما هكذا من منكم يفهم؟ والذين رفعوا ايديهم طبعا هم المغاربه وربما الجزائريين في المشرق لن يفهموا الهضره ديالنا غير مفهومه. ففكره ان الدارجه مختلفه عن الفصحى هي فكره احيانا اجد صعوبه في اقناع الناس بها لان رغم بداهتها. فاعتقد ان الدارجه هي مختلفه بما فيه كفايه عن الفصحى لاعتبارها لغه مختلفه، لغه بحد ذاتها. المشكل هو انه ان المعيار يبقى عملا وانساني يجب على الناس ان يجتمعوا وان يقوموا بارسال الاسس المعياريه للغه الدارجه، ولكن هذا لا يعني ان الدارجه ليست لغه مختلفه. فالبنيات الدارجه هي مختلفه، يعني حتى الجرامير او النحو في الدارجه مختلف. هناك دارجه هي تاخذ من منابع كثيره، الامازيغيه احد هذه المنابع خاصه في مجال صياغ الكلمات. مثال يضرب به كثيرا هو مثلا في اللغه الدارجه كنقولوا بحال احمد بحال علي. بالامازيغيه زوند احمد زوند علي، يعني البنيه النحويه للجمله هي نفسها بالضبط، فقط غيرنا زوند بكلمه بحال. وفي اللغه الفصحى بنيه مختلفه تماما، نقول يشبه احمد وعلي، فبنيه مختلفه تماما. عندما كنت في الشرق الاوسط منذ سنوات كنت ربما اي واحد فيكم ذهب الى دول مثلا مثل الخليج وركب في عربة تاكسي وحاور مع الباكستانيين الذين يسوقون التاكسيات سيفاجئ باللغة التي يتكلمون بها. هي يقول روح سيدا يمين دوران. اعتقد ان اي واحد ذهب الى الخليج سيدهش من هذه اللغة. هذه اللغة هي احدثت منذ يعني الستينات السبعينات من العدم، فهي لغة جديدة. وبنية هذه اللغة انا يعني كنت مهتما جدا بهذه اللغة واسالهم يعني عن الجملة الفلانية كيف تقولون لها. لماذا؟ لان اعتقد ان طريقة نشأة هذه اللغة بين سائقي التاكسيات في الخليج تشبه ربما طريقة نشوء الدارجة في منطقتنا، لان اذا تأملت جيدا في لغة التاكسيات في الخليج ستجد انهم يأخذون الانجليزية، ياخذون نفس الجملة بالانجليزية ويحولون كلمة كلمة الكلمات الى اللغة العربية. فشيئا ما مثل المثال الذي اعطيت زوند احمد زوند، يعني جملة امازيغية يتم تحويل كلماتها الى كلمات ذات اصول او جذور عربية. بحال هي جذور عربية، حال بحال، يعني هي كلمة عندها جذور على الاقل على مستوى الحروف جذور عربية. فلماذا الدارجة؟ لأنها مختلفة، لغة مختلفة. فأنت والأغلب الناس في المغرب والجزائر كما تم التطرق في المداخلة السابقة هما الناس اللي لغتهم الحدسية هي اللغة الدارجة، هي اللغة المغربية. فأنت إذا مثلا قمت بمحتوى تبسيط علوم بالفصحى للجمهور المغربي يجب على المتلقي غالبا في احيان كثيره ان يقوم بترجمه داخليه ذهنيا من الفصحى الى الدارجه ثم يفهم الكلام. فاللغه الفصحى اعتقد انها ليست لغه حدسيه، وعندما اقول اللغه الحدسيه هي اللغه التي تفهم بها دون الحاجه لترجمه ثانويه، يعني ترجمه ثانيه في ذهنك قبل الاستيعاب. اغلب المغاربه لا يعتقد ان اللغه الفصحى هي لغه حدسيه عندهم. ربما هناك ناس مثلا في اللغة الفرنسية، هناك أعرف ناس في المغرب، بعض العائلات طبعا من وسط اجتماعي معين، اللغة الفرنسية هي لغة حدسية عندهم. عندما أتجول في بعض المناطق في كازا في المعارف أو في حي الرياض في الرباط تجد الأب والأم يدفعون بوسات أو حامل للأطفال ويتحدثون مع الرضيع أو مع الطفل بالفرنسية. اتونسيون اتي على بوسيت. هذا الطفل الذي ينشا هنا هو اللغه الفرنسيه هي لغه حدسيه عنده، لا يحتاج لترجمه داخل ذهنه اذا تحدث معه بهذه اللغه. مع الاسف المدرسه كرست الفصحى كلغه للحفظ والاستظهار.
فاللغة العربية الفصحى عندنا في المغرب أين تسمع الفصحى؟ في ويكيبيديا طبعاً وفي نشرة الأخبار وفي في الصحافة المكتوبة وفي المدرسة. فإذا كان نظامنا المدرسي التعليمي هو أساساً حفظ وتلقين واستعراض، فأنت مباشرة تحفظ ستربط اللغة الفصحى مع هذا النمط الذهني. فعندما أسمع عن اللغة الفصحى أول شيء يتبادر إلى ذهني هو يا سي نجيب سر السبورة وعرض المحفوظات، فتذهب إلى السبورة وتستظهر المحفوظات والشعر أمام القسم، وليس أن تفهم أو أن تحس إحساسا أدبيا جميلا بهذه الأشعار، أو أن تدخل مثلا في ذهن ابن المقفع أو المتنبي، أو تسافر بالزمن عن طريق هذا الدرس الأدبي. لا، هو مرتبط، اللغة الفصحى مرتبطة أكثر بهذا النظام، هو نظام الحفظ والاستظهار دون إدراك، دون ملكة الحس. هذا الكلام مسنود بأرقام. كان هناك دراسة تمت حول الأساتذة في المغرب، أخذوا الأساتذة في المغرب وطلبوا منهم أنه يدوزوا ديك الامتحانات اللي كيديروا الدراري. فالأساتذة فقامت لجنة، لجنة الدراسة بإخضاع الأساتذة في المغرب لامتحانات في المقررات التي يدرسونها. فإذا كنت أنت أستاذ عربية سنقوم بقياس مدى تمكنك من اللغة العربية، ستخلال امتحان عربية إذا كنت أستاذ عربية. النتائج كانت رهيبة، مهولة جدا. أنا أضحك يعني ضحك حزين وليس ضحك أي نوع آخر من الضحك. 10% من الأساتذة في المغرب فقط من يحصل على نتيجة فوق 7/10 في الفصحى. فعندنا أساتذة لا يتقنون اللغة الفصحى. فتخيل هذا الأستاذ الذي لا يتقن اللغة الفصحى، مطلوب منه أن يوصل أفكار وكونسبتس أو مفاهيم معقدة جدا كمفهوم بمنع اللغة. مفهوم معقد جدا حول لا أدري موضوع الفلسفة مثلا، ما هي الشخص، ما هي العدالة، الحق، ويوصل هذه الأفكار اللي هي بحد ذاتها معقدة وتحتاج لتفكيك وتحليل، يوصلها بلغة لا يفهمها. وبالأحرى التلميذ يعني لا يفهمها، ربما يفهمها أسوأ بكثير من الأستاذ. العلوم بصفة خاصة مرتبطة كثيرا بالإحساس الحدسي والفهم الحدسي. العلوم التجريبية أقصد فيزياء بيولوجيا، هي يعني أن تحفظني العلوم ليس له أي معنى. العلوم يعني طريقة إدراك العلوم يجب أن تمر بمفاهيم التي تحتاج إلى إدراك حدسي وليس إلى الحفظ والاستظهار. بعد كاين قضية، هناك توازن ما بين قوتين. القوة الأولى هي هل تريد يعني في مجال تفصيل العلوم بشكل محدود. إذا أنت قمت بإنشاء مواد في تفصيل العلوم، نفس الإشكالية طبعا في ويكيبيديا، أعتقد أن نفس الديبيت أو النقاش سيكون كذلك في مشاريع مثل ويكيبيديا. هل تريد الوصول إلى عدد كبير من الناس ولكن أن تصل إليهم بشكل سطحي، أو تريد أن تصل إلى عدد أقل من الناس ولكن أن تصل معهم بشكل أعمق كثير؟ فأنا مثلا عندي فيديوهات في القناة يصلون إلى 400-500 ألف مشاهدة. هذا أمر يعني يفاجئني، يعني كون أنك رغم أن ساكنة المغرب أقل بكثير من ساكنة الدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولكن يعني إذا اخترت اختيار اللغة الدارجة يمكنك من يعني لو أنا متأكد نفس الفيديو التي حصلت على 400 ألف مشاهدة ربما لو كتبتها بالفصحى ستصل إلى أعداد أكبر من الناس، ولكن لن يكون ذلك البولة اللي كتشعل، ذلك المصباح الذي يتوهج في ذهن المشاهد فيقول الآن فهمت أن الأرض فعلا كروية، وفهمت الأدلة فعلا بإدراك وليس فقط حفظ، فهمت المفاهيم بشكل أعمق. فهذا توازن يجب يعني في أي مشروع من مشاريع التواصل بصفة خاصة، مشاريع التواصل تبسيط العلوم بما فيه مشاريع مثل ويكيبيديا، يجب التفكير في هذه الإشكالية. أنا لا أقول أنه بالضرورة يجب فقط
أن يكون عندنا محتويات الدارجة أو أن يكون فقط عندنا محتويات بالفصحى، ولكن على كل واحد من حامل من حاملي هذا النوع من المشاريع أن يفكر في هذه في هذا السؤال وأن يجيب عنه بطريقته الخاصة. سأتوقف هنا، عندي مواد أخرى حول العلم، ما هي العلم والمعرفة والمعتقد، ولكن نظرا لعدم توفر الوقت سأتوقف هنا. ربما قد نأخذ سؤالين أو ثلاث. شكرا جدا. هو انا اسمي ريم، انا من مصر، واحنا عندنا نفس الاشكاليه دي بالظبط برضه. عندنا احنا بنتكلم مصري وفي فئه مختلفه، ناس بتقول ان المصري هو لغه، ناس بتقول هو مش لغه، دي لهجه ما علينا. وطبعا عندنا الفصحى، الفصحى بتدرس المدارس والجامعه، انا شخصيا مدرسه الجامعه، ولما ببقى في المحاضره بتكلم بالمصري او بالانجليزي على حسب انا بدرسه ايه. ولكن يعني انا اتذكر كويس جدا، انا في مرحله ما من سنين فاتت كنت بقدم يعني عرض تقديمي برضه مداخله في مؤتمر وكده عن يعني ان احنا اهميه ان احنا ندي الويكيبيديا المصري فرصه. احنا عندنا في ويكيبيديا، في ويكيبيديا عربي فصحى زي الويكيبيديا الجزائريه، وعندنا ويكيبيديا المصريه. صار في معارضه كبيره جدا ضدها، وده بيرجع لان يعني نظرة الناس، لأن يعني تحفيز أو تشجيع وجود اللهجة المصرية أو اللغة المصرية أيا كان هنسميها إيه، ده بيضعف اللغة العربية. ودايما لما بنوصل للنقطة دي بيحصل التصالح بين مؤيدين اللغة العربية، لأنهم بيعتبروا مؤيدين اللغة المصرية ضدهم. فكنت عايز أعرف لو نفس الموقف ده موجود عندكم في المغرب برضه، اللي هو التصادم بين الفئتين دول، ولو ده موجود حضرتك تعاملت معاه ازاي؟ اكيد الاشكاليه موجوده. فقط ملاحظه على شكل مداخلتك، الشكل وليس المضمون. السؤال يعني الاشكاليه الموجوده في مصر موجوده كذلك في المغرب. سؤالك الصميم، شكل مداخلتك باللغه المصريه تحدثتي معي فهي اللغه الطبيعيه، فانا اللي جيت نجاوبك باللغه الطبيعيه غادي نجاوبك بالمغربيه، ويمكن ما تفهمتش لعبه وغادي هو اتس فاني انه احيانا اتوصل بتعليقات في فيديوهاتي اللي بالدارجه، يقولون لي اتكلم بالعربي يا اوسكار، ليش انت ليش ما بتتكلمش بالعربي؟ انت تعليقك هو بدارجه خليجيه او مصريه، فلماذا تطلب مني ان افعل نفس شيء لا تفعله انت اصلا؟ اعتقد ان كونك تحدثي بالمصريه وكون هذه التعليقات التي تصلني عنده معنى، يعني ميك سام سنس. لماذا؟ لان هي الاشياء في الطبيعه بصفه عامه تخضع للتدرج، فستجد ان اللغات المشرقيه هي اقرب ربما نوعا ما للغه الفصحى. من كلما ابتعدت عن مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ستبتعد عن لغة الفصحى، وهذا امر طبيعي. فنحن في اقصى المغرب، في اقصى دول المنطقه من ناحيه الغرب، فعادي ان اذا تحدثت بالدارجه لن يفهم المشارقه. والسبب هو السبب الذي جعلنا لا نفهمك هو عادل امام والمسلسلات والافلام المصريه الرائعه جدا التي جعلت عدد كبير من المغاربه يفهمون لغه المشارقه. الإشكالية التي تحدثت عنها موجودة فعلا في المغرب، ربما ليست بتلك الحدة، ولكن موجودة فعلا موجودة. لاحظت أن هناك تطور كبير في هذا النقاش في الست أو سبع سنوات الأخيرة. فهو الجميل في ليس فقط في ويكيبيديا ولكن كذلك في الإنترنت ووسائل التواصل، وأنك يمكن أن ترجع إلى التاريخ النقاش. فإذا أخذت نقاش من 2005 أو 6 أو 7 أو 8 بداية الفيسبوك، ستجد حرب شعواء تقوم بين أنصار والذين يريدون الكتابة مثلا بالدارجة، يهاجمونهم ويقولون لهم مثلا أنتم تثيرون النعرات الطائفية، لأن هناك لهجات مختلفة للدارجة. فعندما إذا أي دارجة سنعتمد، هل هي دارجة الرباط والدار البيضاء؟ وفي هذه الحالة
الريف والشمال والجنوب ستكون هناك حرب أهلية، يصورون لك أنها ستقوم حرب أهلية في المغرب. الذي تراه أن الواقع كذب هذا النوع من الحجج. فنحن الآن في 2019، لم تقم الحرب الأهلية في المغرب، رغم أن المساج الرسائل في الواتساب تبعث بالدارجة والبوستات في فيسبوك تكتب بالدارجة، ولكن لم تقم هذه الحرب التي وعدونا بها. فالإشكالية موجودة. أعتقد أن السبيل الوحيد لتجاوز هذه النقاشات هي العقلانية، هي أن يكون نقاش عقلي ومبني على الحجج وليس على الأقل على العاطفة والتخويف، لأن عدد من هذه الحجج تكون تخويفية. هذا لا يعني أن مشروع معيارات اللغة المصرية أو الدارجة أو لغات أخرى هو مشروع very ambitious، هو مشروع طموح جدا، لأن معيارات اللغة تحتاج لأناس مثل الدؤالي الذي كان في المسرح منذ قرون. نحتاج دؤالي دارجي ودؤالي مصري إلى آخره، ويعني أناس اللي عندهم يبذلون حياتهم كلها من أجل هذه اللغة، ولهم القدرة على جمع الكفاءات في مجالات مختلفة، علوم، تاريخ، أدب، لإنشاء البنية التي بفضلها سيصبح عندنا فكر باللغة المصرية وفكر باللغة الدارجة إلى آخره. فأنا ليس عندي الجواب، ولكن أعتقد هذه على الأقل طريقة التفكير العقلانية ستساعد في الوصول لجواب هكذا. شكرا. ربما سؤال ثاني. شكرا لك وشكرا على المحتوى القيم ديالك في قناة اليوتيوب. عرفت عليك يلا تذكرت باللي هو انت. عندي نفس الملاحظة على الأخت، وكنظن أن قدرتنا نحن كمغاربة، أنا مغربي وأتحدث باللهجة المغربية بطلاقة واللهجة السورية بطلاقة، ما عرفتش علاش. نفس التعليق، يمكن قرب اللغة أو اللهجة المغربية أو قرب اللهجة السورية من اللغة العربية هو اللي كيخلينا كمغاربة نفهم هذه اللغات. وحنا في اللغة الدارجة المغربية عندنا مصطلحات كثيرة أصلها فرنسي، إنجليزي، إسباني، ألماني، أمازيغي، فكتكون صعبة جدا عليهم كمشارقة باش يفهموها. سؤالي هو على نقطة لمستني جدا كلامك، هي اللغة الحدسية. يعني فاش لما أناقش موضوع معين أو أحاول فهم موضوع معين غالبا ما أفهمه باللغة الحدسية، وهذه تجربتي الخاصة أو ما أعيشه حاليا، كأن بحكم practicing English every single day ولدت عندي علاقة وطيدة باللغة الإنجليزية، فصارت لغتي الحدسية هي اللغة الإنجليزية، فأجد صعوبة في فهم الآخر لما يتحدث. يعني بحكم مثلا أنا متخصص في طب صيني، يعني في المغرب كازابلانكا والمعاهيف وهذا أتكلم لغة فرنسية طول اليوم، ولكن أنا فكري وأبحاثي وعملي الخاص كله إنجليزي. يعني فصارت لغة الحدسية هي اللغة الإنجليزية، وشي مرات كيخصني نقوم بترجمة أفكاري وترجمة ما أريد قوله للآخر من الإنجليزي للدارجة بعض المرات. فعرفش واش كل شيء كيعيش هذه القضية، ولا تكون عندك فكرة وخاصك ترجمة من الدارجة أو من الإنجليزية أو من لغتك الحدسية. إذا ما عمر شي واحدة دار على هذه المسألة، إذا عاد فهمت شنو هي اللغة الحدسية، ولا أنا ما عمرني سمعتها من شي واحدة. لا، اللغة الحدسية هو مفهوم موجود، وستجد كذلك تقارير لليونيسف طويلة في أعتقد في 2012 13 14 يونيسف اشتغلت كثيرا على هذا الموضوع هذا، يعني قاموا بتسليط الأضواء عن طريق أبحاث عديدة حول هذا الموضوع، خاصة لغة التدريس في السنوات الأولى من المدرسة. توصيات اليونيسف كانت انه في السنوات الاولى من المدرسه يجب التدريس باللغه الحدسيه، وبعد ذلك تحول شيئا فشيئا ربما الى لغات اخرى، فرنسيه فصحى انجليزيه اخر. يمكن ان تصير ان لغه معينه تصير لغتك الحدسيه، هذا عادي جدا. انا كنت يعني بنفس اشارك معك نفس القضيه، وانه عندما سافرت واشتغلت في شركات كانت لغه العمل فيها هي الامريكيه، كنت الانجليزيه كنت اتحدث الانجليزيه 24 ساعه ما عدا عندما اتصل بالوالدة ولا عائلة ولا، فتصير اللغة الإنجليزية لغة حدسية. الآن هل اللغة الفصحى في المغرب قادرة أن ما معنى أن تصير اللغة الفصحى حدسية؟ معناها أننا في المطعم نتحدث الفصحى، يعني نوين لي الفرشاة صديقي لكي آكل هذا الطبق. من منا يفعل هذا؟ صفر بين صفر وصفر فاصلة صفر صفر واحد في المئة، ربما هناك ثلاث عائلات أو أربعة في المغرب الذين يتكلمون مع أطفالهم بالفصحى في المدرسة. يعني مشروع شبه مستحيل. هذا يعني
يمكن لواحد اخر ان يناقضني وان يريني الارقام على الساحه ان الفصحى تستعمل كلغه لغه الحياه اليوميه، هذا غير موجود. الفرنسيه هناك، الانجليزيه بيزون يعني اكثر فاكثر، والدارجه تبقى اللغه الحسيه لاغلب المغاربه. لان هي اللي فرض راسها، اظن ان اللغه لما تفرض ذاتها مثلا اللغه العربيه للاسف المحتوى الموجود في العالم كامل، اي موضوع تحاول فهمه نقاشه هو موجود باللغه الانجليزيه. فهي فرضة نفسها. فالمشكل ليس في النقاش، ليس هو لانها عربيه ولان عندها او لا، قوتها وحضورها في قوتها باهلها بصفه عامه. ربما لا ارى الناس من ويكيبيديا يهددونني بالقتل، فساسمح بالاسئله. تفضل. حتى ياتوني لتهديدي بالقتل او المحاضر الذي ورائي اذا كان يعني. شكرا على المداخله. بغيت نشوف الراي ديالك حول تدبير تعدد اللغات، تعدد اللغوي في المغرب. التدبير ديال الدوله تعدد اللغوي في المغرب، كاين واحد الازدواجيه في الدوله، كاينه لغتين رسميتين اللي هي الامازيغيه والعربيه في الجزء، ولكن في الواقع كاينه الفرنسيه والعربيه في القضاء والفرنسيه في الاقتصاد والاغناق والى اخره. الراي ديالك حول هذا التدبير كيفاش تقولوا؟ اعتقد ان احد المشاكل اذا سنسميه مشكل هو تسييس هذا النقاش. فمثلا كون ان الدستور مكتوب فيه اللغه الامازيغيه والعربيه لغتان رسميتين، هو كان مخاض لصراع سياسي طبعا فكري وايديولوجي ولكن كذلك سياسي. هناك خلط كبير، يعني لو كان هذا النقاش علمي كما ذكرت في السلايد الذي كان يتحدث عن المجتمع العلمي والابحاث ويعني طريقه التفكير العلميه، اعتقد ان نتيجه هذا النقاش كانت ستكون مختلفه. مثلا كما اشرت في اللغه الرسميه في الدستور المغربي هي اللغه العربيه والامازيغيه، ولكن هناك امبيغوتي، هناك ضبابيه في كلمه عربيه. هل يقصدون الفصحى او يقصدون، اذا كانوا يقصدون الفصحى هذا معناه ان اللغه التي يتحدث بها 99% من المغاربه ليست لغه رسميه. اذا كانوا يقصدون بالكلمه العربيه يقصدون بها الفصحى والدارجه المغربيه، فمعناها يمكن مثلا الكتاب المدرسي ان يكون بالدارجه، لان اذا كان الدستور يقول لك ان اللغه الرسميه هي العربيه وكانوا يقصدون بها كذلك الدارجه، فلماذا يعني يخرجون الناس للتظاهر اذا اراد احدهم ان يكتب كتاب مدرسي بالدارجه؟ رايي هناك عدم وضوح. هذا السلايد الذي لم يتسنى الوقت للوصول اليه، ستجد ان احد اهم نقاط القوه للعلوم هي يتوخى الوضوح. فلو كان الدستور المغربي مكتوب بصيغه علميه او كما يجب ان تكون مقالات ويكيبيديا، واتمنى ان تسير نحو هذا الاتجاه، يجب ان يتوخى الوضوح. فاذا قلت ان اللغه العربيه لغه الدستور يجب ان تكون لغتك واضحه، هل الدارجه لغه عربيه او لا. يعني مره اخرى للاجابه على تساؤلك، اعتقد ان اللمسه او نسمه من المنهج العلمي ومن طريقه التفكير العقلانيه والعلميه في هذه المواضيع ستفيدنا جميعا في هذه النقاش. وشكرا لكم جميعا.